وزير الصحة يستغيث ورئيس الوزراء يتعلل أنه لا يستطيع أن يوقع لأنها حكومة تصريف أعمال. هل هذا جائز بموجب القوانين والأعراف المتعامل بها أم أنها من الحجج؟ أكو مثل يقول لك إذا كانت أكو إرادة فيجب أن تلقي الوسيلة. القانون العراقي أتاح، أولا أرجع على الدولة العراقية، الدولة العراقية الدولة رصينة من سنة 1921 لها قوانينها وتشريعاتها، وللأسف يأتي للعراق وقت مثل هذا اللي دنمر به بأنه إحنا ما نقدر نستغل تشريعاتنا الرصينة هذه لحماية شعبنا. وأقدر أعطيك مثال كبير، مثال بسيط بس دلالة كبيرة جدا. السيد وزير الصحة الآن عنده سلطة في بعض القوانين اللي أتاحت له أن يتصرف أسرع وأقوى من رئيس الجمهورية، مع احترامي إلى الألقاب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان بموجب قانون اللي والقوانين نافذة. نعم نافذة ومصادق عليها من قبل البرلمان العراقي ومن قبل رئيس الجمهورية ومعلنة في الجريدة الرسمية من عندها. قانون الصحة العامة رقم 89 سنة 1981 المعدل، وهذا القانون نعم يسمح لرئيس وزير الصحة بأنه يحاسب ويوقف ويحجز ويصادر أي شيء ويغلق أي شيء يريده حسب القانون، فهو عنده سلطة. نعم هسه أنت إذا تروح على أي قاضي تحقيق في العراق على مود يوقف له واحد، يراد له دعوة، يراد له خصم، يراد له كذا، بينما هذا الحق مطلق إلى السيد وزير الصحة. أي والله شباب خلونا القانون حتى أيضا المشاهدين يتابعون ويانا. إذا نعم كمل. المادة 51 إذا نقدر نستعرضها تقول للجهة الصحية بموافقة الوزير أو من يخوله، يعني مو بس الوزير أو من يخوله، عند علمهم بوجود أي مرض انتقالي أو متوطن أو الاشتباه بوجوده الحق في دخول دور السكن والمحلات العامة أو أي مكان آخر. يعني له وزير الصحة، سيد وزير الصحة، السلطة في إدخال كوادر لأي مكان في العراق دون الرجوع إلى الرئاسات أبداً ولا أبداً من يمه، لغرض التفتيش الصحي والكشف عن الأشخاص للتأكد من خلوهم من المرض. يعني هسه أنا أقول للسيد وزير الصحة الدكتور جعفر علاوي، أنت شك في السيد رئيس البرلمان أو في السيد رئيس الوزراء، قل أشك بهم كورونا، تروح الطواقم مالتك بالقانون تحجزهم تمام وتنيمهم وتفحصهم وتقدر 30 يوم تبقيهم تحت المعاينة الطبية. هذا القانون سمح له للسيد. هذا يا سنة صدر القانون؟ هذا بالنظام البائد، بس عاد نافذ أو منافذ، هو نافذ لأنه ماكو فتشي، أكو بيه تعديلات بس من رحت على وزارة العدل ودورت القوانين ما لقيت أنه هذا القانون ملغي. بمواد نقراها أيضا مفيدة جدا. بينما تطلعها أنا أتمنى السيد وزير الصحة الآن يستمع أو الولد بالمكتب الإعلامي قل يا أبا هذه القوانين وقوانين الأنظمة السابقة ما زالت نافذة حتى هذه اللحظة. الغريب أيضا أنه أنا كان عندي لقاء ويا السيد وزير الصحة قبل تقريبا شهر وشوية، وكان اللقاء يعني ما مرتب، صار صدفة، لأنه شكيت على أحد واستغربت أنه عدة شكاوى قدمت في 4 وزراء سابقين ما حد استدعاني لكي يسمع من عندي الشكوى، بس الدكتور علاوي طلب أنه يلتقي بي وأنا ما عرفه ولا شايفه أبدا. فحدث قال أكبر مشكلة عندي في وزارة الصحة، قلت حتما راح يقول التمويل، قال لي الفساد، قال في وزارة الصحة هاي كلها أنا أثق بكم واحد بيها اللي ذولا متأكد أنه نزاهتهم 100%، بينما البقية عندي شك وما أقدر أشتغل في دائرة لا بيها فلوس وبيها شك أنه الناس تسرق. قلت له نقدر نعاونك. الرجل سوى كتاب في موضوع أنه شلون نقدر نقلص الهدر والسرقة، بس إرادة حقيقية لدى هذه الحكومة في محاربة الفساد ومحاربة الهدر ما موجودة.